روحي. الخامسة يكون لك مشروع في الحياة، يكون لك رسالة في الحياة. أصعب الأمور أن يعيش الإنسان حياة تافهة ما له شيء، سطحية. وكبر دماغك، عنوان الكتاب. نعم. هي النصيحة الأساسية يمكن. نعم. في الكتاب. نعم. نعم. يريد تشرح لنا إياها لو بإجازة. طيب. أنا أقول الإنسان في هذه الدنيا، بعض الناس يعيشوا للأسف حياة ضيقة. نعم. حياة ضيقة. أنا أقول كبر دماغك، هي قصة طبعا مشهورة لأحدهم عندما سئل عن سر سعادته في الحياة الزوجية، قد بلغ 80 وعايش سعادة طيبة، فاختصرها بكلمة فقال: كبر دماغك، لو لم أكبر دماغي لما بقيت مع زوجتي 60 سنة في حياتي. وأنا أقول: من أراد الصحة فليكبر دماغه، من أراد المنصب فليكبر دماغه، من أراد العلاقات الهادئة فليكبر دماغه، من أراد أن يحقق مشاريعه في الحياة فليكبر دماغه، من يريد أن ينوم نوما هادئا فليكبر دماغه، من يريد أن يشغل بالأشياء الجميلة في الحياة فليكبر دماغه. لست مضطرا لأن تخوض كل معركة، لست مضطرا لأن تتخذ من كل موقف حياة أو موت، لست مضطرا إلى أن تعاتب كل شخص في الشارع والله أخطأ عليك، لست مضطرا لكي تنظر إلى ولدك إذا كسر كأسا أو سكب عصيرا بنظرة، لست مضطرا لأن تقنع كل إنسان بوجهة نظرك. كبر دماغك. الله. دكتور.